سوداني هاي هاي أنا سوداني هاي أنا قوة وعزيمة أنا همة ولدت جبارة. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، وكل عام وأنتم بخير. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة وعدد جديد من مجلة التواصل من سوداني، والتي من خلالها نتعرف على أنشطة وفعاليات سوداني لشهر يونيو الماضي. أهلا وسهلا بكم. مشروع الحكومة الذكية الذي تنفذه الدولة ظل حلما لكنه أصبح واقعا. سوداتيل العمود الفقري لهذا المشروع. وقعت عقد المرحلة الرابعة لتوسعة الشبكة القومية استعدادا لنقلة نوعية ومرحلة جديدة من مراحل المشروع. نحن الإنجاز القمة حجر الأساس، نحن الإحساس الواصل كل الناس، في كل بيت دخلنا وفي كل الدروب، من شرق لغرب عبرنا من شمال لجنوب، حلم سودان الهوية بيضعف بين البحور، في أرض إفريقية نحن ضوينا نور. ونحن في سوداتيل والمركز القومي على أشد الاستعداد إنه نبني البنية التحتية للحكومة الإلكترونية في جميع أنحاء السودان. أتت المرحلة الرابعة وفيها لأول مرة النيتورك سيكوريتي، وهي أساس للبناء الشبكي. كان شهر رمضان مليئا بالعديد من الأنشطة التي درج سوداني على تنفيذها سنويا خلال هذا الشهر، والتي هدفت للانفتاح على كافة شرائح المجتمع. إفطار الصحفيين السنوي كان أبرز هذه الفعاليات التي ظلت سوداني ترعاها بشكل راتب في رمضان دعما للصحافة والصحفيين. حشد كبير ونوعي من الصحفيين والإعلاميين أما حفل إفطار الصحفيين السنوي والذي ينظمه اتحاد الصحفيين السودانيين، وظلت ترعاه بشكل راتب وسنوي المشغل الوطني للاتصالات سوداني، وذلك إيمانا منها بدور الصحافة في بناء مستقبل الأمة. حفل الإفطار شرفه حضور النائب الأول لرئيس الجمهورية وعدد من الرموز السياسية والثقافية والاجتماعية. ظلت سوداني دائما تقف مع الاتحاد العام للصحفيين السودانيين ومع المجتمع الصحفي كله، فكل مناشط الاتحاد ظللنا نجد دعما وسندا وعددا من هذه الشركة الكبيرة، وهذا ليس بغريب لأنها هي الشركة الوطنية الأولى في مجال الاتصالات. سوداتيل انتهزت حفل الإفطار لتؤكد على شراكتها مع الصحافة والصحفيين نصرة لقضايا المواطن والوطن، وذلك من خلال دعمها لكل أنشطة وبرامج اتحاد الصحفيين. نعاهدكم بأن سوداني ستكون مع كل إعلامي وستكون مع كل صحفي، مثلما رأيتمونا في رمضان السوداني ورأيتمونا في الفضائيات مشاركين راعين لها، ليس رعاية فردية، ولكم يعطون كذلك المنافذ والمنصات، نحن معهم عبرنا وهم معنا كنا عبرهم. وخلال حفل الإفطار كرمت سوداني عددا من الرموز الإعلامية التي أثرت ساحات العمل الإعلامي والصحفي بالبلاد. الليالي الختامية لخيمة الصحفيين الرمضانية كانت بطعم الشهر الفضيل، حيث تميزت عن غيرها من الليالي بجمع ما بين الشعر والفن، حيث قامت باستضافة الشاعر الدكتور محمد ودبادي وأسرة برنامج أغاني وأغاني. خيمة الصحفيين الرمضانية والتي ينظمها مركز طيبة بريس خلال شهر رمضان المعظم من كل عام، وظلت ترعاها السوداني منذ انطلاقتها، كانت هذا العام على غير العادة، فقد كانت حافلة باستضافة العديد من الرموز السياسية والفكرية والثقافية والفنية، وازدحمت خيمة الصحفيين بحضور طاغي من المتابعين، كما كانت الإدارة التنفيذية لسوداتيل حضورا دائما في جميع برامجها. ليلة الشعراء استضافت الشاعر محمد ودبادي في لفتة بارعة أكدت على جمال وروعة المشهد، وازدانت ألقا بالمشاركة المميزة للإدارة التنفيذية في هذه الليلة. الشاعر دكتور محمد ودبادي عبر عن تقديره لتكريم السوداني له في هذه الليلة، مؤكدا أن السوداني أصيل أصالة هذا الوطن. شركة السوداني سباقة في هذا المجال، وحقيقة أشكر لهم رعايتهم وأشكر لهم إضافتهم في هذا المحفل. كما كانت الليلة الختامية مسك ختام، حيث استضافت الخيمة أسرة برنامج أغاني وأغاني،
وكرمت سوداني الأستاذ السير أحمد قدور، وذلك لدوره والبرنامج في التوثيق لمسيرة الفن والغناء في السودان. سوداني أيها وجداني بريد سوداني، سوداني أيها وجداني بريد. امتدت أيادي سوداني بركة وخيرا لكل القطاعات في رمضان، في تواصل حميم مع كسروح المسؤولية التي ظلت تتحلى بها سوداني، وذلك عبر جملة من مشروعات الإفطارات شملت المؤسسات وطلاب الداخليات ووكلاء سوداني. في رمضان تجدد سوداني وصلها بكل القطاعات والشرائح، وذلك عبر العديد من الإفطارات والتي يتم تنفيذها من خلال أذرعها المختلفة. إفطار طلاب المجمعات السكنية كان أحد هذه الإفطارات، وذلك بالتعاون مع صندوق القومي لرعاية الطلاب، واستهدف المشروع توفير وجبة إفطار لأكثر من 600 طالب وطالبة. هذه الإفطارات من سودان تأتي امتدادا لمشروع امتد لأكثر من 10 سنوات، واشتملت برامج الإفطارات على برامج ثقافية وترفيهية متعددة. ولتوشيج روابطها بشركاء مسيرة نجاحها الممتدة، ظلت سوداني تنظم حفل إفطار سنوي لمختلف المؤسسات التي تجمعها بسوداني شراكة خيرة. ممثلو مختلف المؤسسات كانوا حضورا في حفل الإفطار الفخيم بفندق كورنثيا، مشيدين بهذا التواصل الحميد من شركة سوداني. وكلاء سوداني أحد أذرع سوداني الأصيلة في مسيرة نجاحها الممتدة، حيث كان الجميع حضورا في حفل الإفطار السنوي لاتحاد وكلاء سوداني، والذي كان فرصة مواتية لتجديد الثقة والعمل الجاد والمثمر لما فيه خير الجميع. حضور كبير من العاملين بسوداتيل. أما حفل الإفطار الرمضاني السنوي للعاملين بسوداتيل بحضور الإدارة التنفيذية، الإفطار كان فرصة لتجديد العهد بين الإدارة التنفيذية لسوداتيل والعاملين للمضي على طريق الإنجاز والإعجاز. كما شهد الإفطار سحب قرعة حجيج العاملين للعام 1438 هجرية. مشروع إفطار عبر طريق ظل إحدى المشروعات التي تحرص سوداني على استمراريتها في رمضان في إطار شراكتها مع منظمة شباب النجدة. مع مغيب شمس كل يوم من أيام شهر رمضان المعظم، يسارع هؤلاء الشباب نحو تقاطعات الشوارع ليقدموا خير السودان العميم لكل سوداني خلال شهر رمضان الكريم، وذلك عبر مشروع إفطار عبر طريق، والذي ظلت تنفذه سوداني سنويا بالتعاون مع منظمة الشباب النجدة، والذي يستهدف تقديم وجبة إفطار لكل عبر الطريق عند حلول موعد الإفطار. وقد غطت إفطارات المشروع هذا العام عددا من تقاطعات الشوارع بالعاصمة وولايتي الجزيرة والنيل الأزرق. وقد ثمن ممثلو المنظمات الخيرية في حفل ختام المشروع بمؤسسة الشهيد الزبير هذا الجهد من سوداني. هذا المشروع الذي لاقى نجاحا كبيرا برعاية كريمة من شركة سوداني، هذه الشركة العملاقة التي دائما هي تمد اليد. أطل العيد السعيد وعمت الأفراح بمقدمه الميمون، العاملون بسوداتيل احتشدوا احتفالا واحتفاء بهذه المناسبة ببرج سوداتيل بحضور الإدارة التنفيذية لمجموعة سوداتيل. جان العيد، جان العيد، جان العيد. وفاء لأهل العطاء، ولأن سوداتيل ظلت دائما وفية لأبنائها البررة، كانت زيارات الإدارة التنفيذية لبعض أسر العاملين بسوداتيل للتهنئة بالعيد والوقوف على أحوال بعض من أقعدتهم ظروف المرض. أنا شفت هلال العيد بالفرحة ما قادر أنوم، غمضت وقلبي سعيد يوم بكرة أجمل يوم. شو
ما ذرعته بالأمس الأخ الشيخ أنت تحصده الآن حبا وكلمات رائعة ووفاء بوفاء، يعني تبادله معك هؤلاء الإخوة. الشكر والتقدير للمجموعة برئاسة الأخ الرئيس التنفيذي، ونشكر الأخوة العاملين كل من تبرع بمرتب يوم في كل سنة طيبة. في كل المناسبات ظلت سوداني تقدم الجديد والمفيد من الخدمات في مجال الاتصالات بما يلبي حاجيات وطموحات مشتركي سوداني. أنا محمد نور الدين، مسؤول من قسم الريتينشن في شركة سوداني. هو قسمنا مسؤول من أنه يعني يهتم بالمشتركين الغير نشطين والنشطين عشان ما يقبوا غير نشطين. عندنا في آخر عرض طلع لنا هو راجع تاني للرمي السوداني، بيديك 120 جنيه سوداني داخل الشبكة و40 ميجا بايت لمدة شهر. ال 120 مقسمة باليوم لحد باليوم لحد مدة شهرين، وال40 ميجا بايت مقسمة لمدة 30 يوم. فعشان تستفيد من الأوفر ده لازم تضغط الكود نجمة 200 مربع، بعد ذاك هتستمتع بالخدمة. بالنسبة للمشتركين اللي أصلا هم شغالين معانا وما غابوا من الشبكة بتاعتنا، عندنا كمية كبيرة جدا من العروض، بس بحب أنبه عليهم إنهم انتبهوا للمسجات اللي بتجيهم يوميا. في رسائل يومية قاعدة تجي للمشتركين، الرسائل دي بتوريك العروض اللي أنت المخصصة ليك أنت والمخصصة لكل الناس مع بعض. في فقرة وجه من سوداني نلمح إحدى الوجوه التي أسهمت وتميزت في ميادين العمل فأصبحت مثالا للتفاني والإخلاص، فمن يا ترى وجه هذا العدد؟ سوداني وأصيل في دم جار النيل، نجم عالي حلم غالي ونور النجوم دليل، قدامه سكة نجاح وبيعرف كيف يبدأ صح، دربه أخضر بابه واسع في إيده لو مفتاح. أنا مصطفى عوض محمد زروق، مدير إدارة الإمداد والعقود بمجموعة سوداني للاتصالات. إدارة الإمداد والعقود تحوي جانبين، الجانب الأول هو جانب الاستحواذ المواد والمعدات التي تحتاجها الشركة، الجانب الثاني هو جانب الدعم اللوجستي اللي هو جانب توزيع ونقل وتخزين المواد ومعدات الشركة. هدف الإدارة شيء أساسي اللي هو تحقيق الارتباط الفعال بين الموردين والمقاولين وشركاء سوداني، والهدف الثاني هو تربية احتياجات عملاء سوداني. نسعى دائما نحن انه نتجاوز كل التحديات التي تواجهنا كيف التزامات الموردين والمقاولين تجاه الشركه باعتبارها هي جزء من التزامات سوداني تجاه عملائها. قدامه سكه نجاح وبيعرف كيف يبدا صح، دربه اخضر بابه واسع في ايده لو مفتاح انجاز ولو كان بسيط، بالفرحة بنحكي ونعيد بصف النية بهمة قوية جوا وطموح بيزيد. بنوجه رسالتين مهمات جدا. الرسالة الأولى هي بالنسبة لعملاء الداخلين بالنسبة لنا للشركة، أنه نحن مسؤوليتنا هو تحقيق الحوكمة المطلوبة كويس في الشركة، زائدا مسؤوليتنا الأساسية أيضا تتمركز في أنه نحن مطالبين بأنه نحقق أعلى كفاءة وفاعلية في كل عمليات النشاط والدعم اللوجستي للشركة. مشاهدينا الكرام، كانت هذه حصيلة هذه الحلقة وهذا العدد بمجلة التواصل من سوداني، والتي طفنا من خلالها على أهم الأحداث والفعاليات والأنشطة لسوداني وسوداتيل. إلى أن نلتقيكم في عدد آخر، كنوا دوما بخير وإلى اللقاء. أنا أصل
أصل الحضارة، الشمس الما بتيب دارة، تملى كل الدنيا بخير وبأنوارة. أنا سوداني هاي هاي، أنا سوداني هاي، أنا قوة وعزيمة، أنا همة ولدت جبارة.